يا صباح الخير والسعادة عليكي يا قلب اختك. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة بقى حبيت اعمل الفيديو بدون اي مونتاج. عيشوا معانا النهاردة بقى اليوم كده طبيعي خالص. وعايزة اقول لكم ان شكرا جدا 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 لكل حد دعا لاختي، وكل حد كان بيسأل عليها، ويعني كل حاجة. ربنا يسعدكم يا رب ويزيدكم من فضل الله، وانتوا دايما اخواتي ودايما في ظهري ومعايا في الفرح ومعايا في الحزن ومعايا في كل حاجة. فبجد انا عايزة اشكركم واديكم بوسة كبيرة. خليكم معايا النهاردة، الروتين هيكون من غير اي مونتاج وانا غير مسؤولة عن اي حاجة تحصل في الفيديو. بس انتوا اللي دايما تقولوا لي يا نوجة اعملي الفيديوهات بتاعتك بدون مونتاج. يلا نروح نبدا الفيديو، يلا نروح نشوف النهارده هنفطر ايه. اول حاجه انا لسه صاحيه، انا اصلا بقيت عند امي بقالي بتاع اسبوع، وفي ناس كتير كمان عمالين يقولوا هو في ايه يا نوجة، وانت زعلانه في حاجه؟ لا يا قلبي، انا قاعده عشان مامتي تعبانه واختي والده، وخلاص انا مروحه النهارده اخر يوم ليا عند امي، ومروحه عشان ابني عنده امتحانات بقى وكده. هيبدا سنه 6 ازهري، هتبدا يوم السبت. فمش عارفه الفيديو الصراحه ده هينزل لكم امتى حسب سرعه النت عندي، لان انا عايزه اقول لكم ان سرعه النت عندي بطيئه جدا، وبعتذر عن التاخير. وتعالوا نروح نشوف هنفطر ايه. لو بقى اوريكم الفطار ايه. بصوا بقى حبايبي، ده الفطار بقى بتاعنا النهارده، حاجه كده يعني خفيفه. ده الفطار بقى بتاعنا، طعميه سخنه بقى ايه جميله. عايزه اقول لكم ان الطعميه غالي، تجيب جنيه مش عارفه ليه، يعني ربنا يرزقنا بقى. وده لفت امي عاملاه في البيت، عايزه اقول لكم طعمه حكايه. عايزه اقول لكم اختي بقى عامله صينيه البيض بالصلصه دي، بتبقى حلوه جدا. بتقطع بصل تحط عليها الصلصه، تحط البهارات، وبعد كده بتحط البيض، وطعمها تحفه تحفه تحفه. يعني مش عارفه حد بيعملها ولا لا، لان هو ممكن يكون اخترعها، هي بتحب تخترع. وهنا بقى بتنجان مخلل اهو، وده فول. وهنا بقى العشق بقى، انا بعشق جدا جدا الجبنه والخيار، دول يمكن اكتر حاجه انا باكلها على السفره، الجبنه والخيار، وممكن ايه البيض. وده طبعا عسل اسود. تمام، هنروح بقى نفطر وبعد كده هرجع لكم على طول. وفي هنا حليب برضو، بس انا ما بحبش الحليب، فاحنا ممكن نعمل سحلب. هنشوف هنعمل ايه، وطبعا هنزل لكم. ناس كتير قالوا لي يا نوجة اعمل لنا طريقه المغات، هنزلها لكم برضو في الفيديو ده. خليكي معايا لاخر الفيديو يا قلب اختك. يلا نشوف بقى الاحداث اللي بعد كده، بس بعد الفطور. بصوا حبايبي، بعد ما فطرنا طبعا قالوا لي لا احنا عايزين بقى ايه نشرب سحلبينا. يلا بينا السحلبينا ده يا جماعه، هو السحلب عشان ما حدش يقول لي ايه يا نوجة. بصوا هو السحلب ده، عشان في ناس بتتفرج علينا من بره مصر، يعني السحلب ده هو ده. مش عارفه الصراحه عندكم بيتقال عليه سحلب برضو ولا لا. ومعايا رطل حليب، هنقول بسم الله وهنزل. مش عارفه ايه الحاله، انا حطيتها سخنت، يا رب بقى اللبن ما يقطعش. ده بزوده كده ميه، ماشي، ما اوطش النار بقى خالص. تمام. بصوا حبايبي الحليب اهو لسه ما غلاش ولا اي حاجه، احط عليه كيس السحلب كله ده يا حليب، يعني اللي انتوا عايزينه. ماشي، هنحط كمان السكر حسب الرغبه. طلع تقيل ان شاء الله خفيفه، هحط بقى حوالي مثلا. بصوا يا جماعه السكر عندكم حسب الرغبه، وانا بيحبوه مسكر جدا. انا عن نفسي في بيتي بحط السكر كتير خالص على اي حاجه، انا من الناس الدلع يعني. هقلب دول كده كويس جدا، قلبي قلبي قلبي، بعد كده هرجع لكم اوريكم. يعني انت ما كنتش بتحبي السحلب يا خديجه؟ ما دقتوش. بص بنت اختي تقول لي يا خالتي انا عمري ما دقت السحلب. خديجه هانم، خديجه كعب الغزال، يا خديجه لا هتشربي سحلب؟ لا هدوقيني حته بعد ما اخلص. هدوقك حته، ده بيتشرب. بصوا يا جماعه انا جبت المضرب ده، ماشي، عملت بيه عشان لو في اي تكتلات. طبعا بما اننا عاملين كميه كبيره مش بالمعلقه مش هتنفع يعني. ماشي، وهسيبه بقى لما يدخل وهندلق دلوقتي. بصوا بقى كده حبايبي السمك بتاعه ده المطلوب. اولا هو هيتقل تاني على فكره، وكل ما بيبرد هيتقل. كده سمكه ايه زي الفل. يلا بقى نصبه في الكوبايات. حبايبي اهو
عايز اقول لكم ان معلش بقى لو في دوشه في ضوضاء كده، هو بيوت العيله كلها كده يعني، خليكم ايه معايا ماشي. عايز اقول لكم بسم الله ما شاء الله، شايفين الكميه الكوبايات كلها والله، وعلى فكره مش هيكفوا يعني، احنا عايزين كوبايات ثانيه بس يلا بقى يعني. دوشه حلوه بقى كده، وعلى فكره بصوا دي عادات وتقاليد يمكن مش عند كل المصريين يعني، في ناس بيعملوا مغات، وطبعا انا المغات هعملها لكم بعد الغدا يعني، اختي هتتغدى وكده كلنا هنتغدى، سنة عصفور النهارده وفراخ مسلوقه او محمره، فبعديها على طول هوريكم بقى طريقه المغات اللي هي الحلبه بالمغات بتاعه برضو الايه الوالده. بس احنا عندنا طقوس كده ان هو بعد الفطار بنعمل سحلب، لما بيكون عندنا بيبي يعني او واحده من اخواتي والده وكده، بنفرح الولاد ونشربهم وكده. يوم السبوع بقى ويوم العقيقه هيبقى يوم تاني خالص، فانتظروني ان شاء الله يوم السبوع. يلا حبايبي نروح نفرق السحلبينه، وبقيه السحلب ده بقى هسيبه هنا ايه لامي واخواتي في الاوضه الثانيه. تعالوا اوريكم اطفال يا حبايبي بقى، نشوف اطفال العيله. يا اطفال يا حلوين اشربوا السحلبينه. هلا بصوا 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 ازاي؟ يلا اوعي يا مريم، اوعي يا توت عشان نحط. بصوا بصوا انا اقعد هنا، اقعد هنا، اقعد هنا يا انس، اقعد عشان ماما مش تقع. اوعي اوعي اوعي. بصوا بصوا يا جدعان، تعالوا تعالوا قرب الكاميرا نوريهم الكارما. بص اسمها اوه اوه كيان، كيان كيان سميتوه كيان، معلش يا جدعان. يلا بقى كده بسم الله ما شاء الله كله دعوه حلوه. والله يا جدعان زننا ما بتنيمناش يعني، هي قد البورس مش بتنيمنا. بصوا بقى كل واحد ياخد كوبايه صغيره. تعالى اعرفكم، بصوا ده انس، تعالى ده انس اخو كيان حزن مسميه اسم، عارفه ان كل في الكومنتات يا لجا كيان ده اسمي جميل. انا لا كنت مش يعني كنت حابه ان هي اسمها كرم، بس انا دلوقتي بقول لها عسوله. يونس عسوله يونس. بصوا وعصفوره، وعلى فكره يا جماعه هي يعني مش سمراء قوي بس هي يعني عشان نازله عندها الصفرة، فان شاء الله يعني هبقى اوريها لكم كده على السبوع، هتلاقوها بقى كده امرايا امرايا. ده انس ماشي، سلم عليهم يا انس. خلاص يابا بقيت مشهور، انا عايزاك تمشي تدوس على اي حد في الهرم. الولد ده من 30 ها، انت من 30 ماشي ابن اختي ها. اي حد يشوف الشارع يعمل معاه واجب. وده ابن اختي برضه اسمه انس، ودي خديجة. يا حزني يا رجا ولا ماشي القمار، مش عارفين نصور، مش عارفين نصور. هتلاقي اوقة وبعقوقة، مش عارفين نصور يعني، شو مال عليها؟ مش عارفين نصور. قصدك لمام؟ بص يا جدعان سبحان الله والله. والله عايزك لمام تسكت، تطلع مفجوعة زيي. هتطلع مفجوعة زيي يعني، أنا متخيلة لها إن هي طالعة شبهي بالظبط. أنا برضه أما أكون جعانة لا والنبي ولا يزعل ولا يقهر ولا يزعل ولا يقهر. خلاص روح عند ماما، يلا كملوا بقى معانا الروتين عشان احنا نازلين نجيب حاجات لك. يعني واحده جوه مريم محوشه ونازله بقى تجيب لي كارما. خلاص يا جماعه انتظرونا بقى عشان تشوفوا الحاجات اللي مريم اشتريتها هديه لكارما. لا كيان كيان. بصوا حبايبي بقى انا هنزل دلوقتي شفت نازله هشتري حاجات وانا راجعه هفرجها. عندنا هنا في البيت مفيش اضاءه اصلا. يلا هنزل بقى اشتري شويه حاجات للبيبي، مريم اللي محوشه عشان تجيبها وابقى افرجها. وتعالوا نوريكم بقى، مريم كانت اصلا محوشه وكانت نادره ان هي ايه اول ما خالتها. قولي اول ما خالت ام السلامه هجيب لكيان حاجات حلوه عشان استاذه مريم نفسها يبقى عندها اخت، فاحنا هنتبنى كيان او ممكن نخطفها يعني عادي. ايهما اقرب؟ اول حاجه بصوا حبايبي احنا اخترنا احنا ومريم بقى، اول حاجه اخترنا الترنج القطيفه ده طبعا عشان احنا في الشتاء. بص جبنا لها بقى البنطلون، هو لون بصوا لنا بيبي خالص، وجبنا لها عليه هو الترنج على بعضه. بصوا تحت قطر كده، ده بصوا عامل ازاي تحفه جدا، والماتيريال بتاعه حلو عليها في يونكا وكده. انا عايزه اقول لكم ان ده هيجي عليها فستان جلابيه ده قد كده اهو، ورب الكعبه قد كده اهو، رفيعه جدا.
المهم جبنا دي وجبنا البنطلون ده وجبنا ايه تاني، جبنا بقى البيجامه دي ممكن تقعد بيها في البيت عادي، حبينا يعني نجيب فواتح وغوامق الفوشيا وكده، وجبنا بقى ده البنطلون وده قطن، وطبعا مش هينفع اقول السعر ليه؟ هديه. وغير كده مامتها قاعده قدامنا على طول سامعانا. بصوا عليها يونيكورن بقى، ده اختيار توته. بص اليونيكورن على جميل، مريم بتعشق اليونيكورن، مريم هتدلعها لهم والله. دي حبيبتي كارما. جبنا ايه تاني؟ جبنا بقى التاتا دي او الشراب. بصوا ده شراب زي لاكلوك وعليه فراولات تمام. جبنا لها كمان بقى زي البوفيت كده عشان لو حبت تريل بس ما لقيناش عليه غير السوبر ماريو ده، مش عارفه ليه. جبنا لها بقى حاجه ثانيه، بصوا دول هدايا مريم، دي هديه شانل كارما ماشي. بيبي دي بقى هديه انا، هديه ماما دي هديتي ودي هديه مريم، كل واحد كان محوش جاب حاجه تمام. انا طبعا الشاشه دي اهي زي الكيس يعني، بس مش عارفه هم حط كده مالهاش لازمه يعني. بصوا بقى معاها ايه، انا جايبه هديه واحده. اول حاجه معاها بوفته جميله وقطيفه، قطيفه يا جماعه يعني مش اي حاجه. بصوا قطيفه وجميله، بصوا الماتيريال بتاعها حلو جدا. وده هنا هتحط راس البيبي كده عليها دب صغير شايفينه، ولا مش عارفه الكاميرا مزومه اهي، اما بتبقى شكلها بيبان. ومعاها طاقيه صغيره كده، ومعاها الطاقيه دي هي على راسها، يا عيني اصلا ما عندهاش راس، هتيجي عليها كبيره. بصوا عامله ازاي، وده السلوبيت، ومعاها بقى السلوبيت ده بكم طبعا اهو، اوريكم الكم اهو. بصوا السلوبيت عامل ازاي وقطيفه، والماتيريال بتاعه انا عايزه يعني بصوا عايزه اقول لكم ان هو تحفه تحفه وتقيل وحلو كده. بصوا على مقاسي، على مقاسي وانا صغيره بس كده. فاحنا هنروح بقى نديهم لها ويا رب يعجبوها ويجوا بس عليها، لان هي شبه شفاطه الحمص تمام. لسه هنكمل اليوم مع بعض، ما تنسوش تحطوا اللايك وتدعوا دعوه حلوه لكيان وامامه كيان شطوره. هنا بقى يا بنات الغدا كل يوم عباره عن شوربه خضار او لسان عصفور وفراخ، لكن المره دي اختي قالت بقى حمروا لي الفراخ علشان هي زهقت طبعا من الفراخ المسلوقه. وبعد كده اتغدينا وتعالوا بقى نعمل مع بعض المغات اللي ناس كتيره جدا بيقعدوا يكتبوا لي يا نوجا بتعملي المغات بتاعت الولاده ازاي. دي يا حبايبي المغات دي مشهوره جدا لاي ست بتولد بيعملوها لها، بيقولوا عليها مغذيه، واحنا متربيين عليها من ايام جدتي، وانا بعملها وتحفه جدا. وكنت عاملاها على القناه من 3 سنين ساعه يونس ابني، وما شاء الله الفيديو كان جايب ريتش عالي، هتلاقوها يعني مثبته لكم الفيديو. المهم معايا هنا حلبه مغات وحطيت عليها بقى المكسرات بتاعتها وكل حاجه، ممكن تجيبيها جاهزه او سايبه من عند العطار، وهي بتكون غاليه شويه مش عارفه بتكون ب على حسب العطار اللي هتشتري منه يعني، ب 200 مثلا ب 150 كده. انا بقى بجيب ربع كيلو كده يعني ما بنكترش. اهم حاجه بتتعمل بزبده بلدي تمام عشان تطلع طعمها حلو. جبت هنا معلقتين من السمنه البلدي وحطيت عليهم معلقتين من ال الحلبه المغات او المغات، وحطيت عليها معلقتين من السكر، وطبعا السكر حسب الرغبه. وبعد كده حطيت كوبايتين من الميه، طبعا المغات هتتقل على طول يعني، انا بحط معلقتين كبار من المغات ومعلقتين كبار من الزبده ومعلقتين كبار من السكر لكل كوبايه يعني انا كده هعمل ايه كوبايتين، هتشوفوا يعني المقدار. وبعد كده هفضل اقلب فيها، وقبل ما تتقل بشويه كده يكون السمك كده خفيف شويه علشان هي هتتقل قوي، اول ما بتبرد بترجع تاني السمك بتاعها بيتقل. بصوا هي كده، وبيكون فيها مكسرات، وبيكون فيها مثلا مش مكسرات، بيكون فيها زبيب وجوز الهند وسوداني وسمسم، وحطيت بقى من فوق كده ايه، وبجد طعمها بيكون تحفه. انس يا انس، بصوا يا جدعان انس، ما احنا اكلنا لسان عصفور وفراخ ماشي، احنا طول ما احنا مع اي حد والد بناكل شوربه خضار من نفس الاكل يعني، امي ما بترضاش تعمل لنا اكل تاني. انت بتاكل ايه يا انس؟ ليه يا انس؟ ليه يا انس ما تاكل معانا مسلوق؟ ايه المشكله يعني؟ ما بحبش المسلوق. تحبش المسلوق؟ وجايب ايدي معاك كمان بيبس عشان تبلع، واوشا كمان. بص اوشا طبعا، أوش ورينا يا اوشا، انزل يا اوشا، اقعد يا اوشا عشان الكاميرا. اوشا انت بتاكل ايه؟ كبد. اصل يابا ومعاك ايه هتبلع بايه؟
بص يا جدعان، دول اكتر اتنين بيتنمرضوا على العيشة بتاعتنا. بقالنا كام يوم بناكل مثلا شوربة خضار، بناكل اي حاجة، هم لأ. استاذ انس خارب الدنيا عندنا خالص، كريبات، بيتزاهات، كنتاكيهات. ها كنتاكي حبيبي، يلا اتفضحنا الحمد لله. يبقى اندومات يوم دلع، صح؟ قول لهم يا انس حطوا لايك، حطوا لايك وسبسكرايب. قولي يا توتو، قولي يا خديجة، بيسرقوا كل حاجة. قولي حطي لايك يا خديجة، حط لايك. أختي خلاص جالك أخت؟ جالك بنوتة؟ إن شاء الله أنت إن شاء الله أما تتجوزي كده في حياتك. بصوا بقى يا حبايبي، ده آخر حاجة بقى في اليوم خلاص، عشان أنا كده مروحة. راحت أمي تروق علينا بعد الحلبة والمغات إحنا يا جدعان خلاص انفجرنا. بصوا العيال واقفين، الام مترصصين. امي سلمي عليهم، انت ما بنتيش النهارده خالص. لا علي يا جماعه، عاملين ايه؟ بصوا امي عماله تعلي الصوت عشان عيالي. يا لهوي، بقول لك عاملين ايه؟ بصوا بصوا هوريكم لقطه. بصوا يا حزني يا حزني، يا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.